معلش يا جماعه، كمان حلقه وسط الاسبوع بس ما قدرتش اصبر ليوم الخميس فاستحملوني. مصطفى امين مؤسس جريده اخبار اليوم، الراجل ده في الستينات تعب ودخلت حجز في احد المستشفيات، فالدكتور قال له ايه ده سبحان الله، ده لسه امبارح بس كانت فاتن حمامه هنا على نفس السرير ده. راح عمك مصطفى امين كاتب مقال في مجله الجيل وقتها بعنوان اكتب لكم من سرير فاتن حمامه. المقال ده نزل عمل بوم لدرجه ان الاعداد كلها خلصت بعد ساعتين بس من نزول، عشان الناس تكتشف بعدها يا مؤمن ان الراجل بيقول في المقال ان هو كان عظيم الشرف يعني انه كان بيتعالج في نفس السرير ونفس المستشفى اللي اتعالجت فيها فاتن حمامة، وانها كانت فرصة عظيمة قوي قوي الحقيقة. طبعا اتهزق وتهان وتشرب بيه وسمعته بقت في الطين بعدها، لدرجة ان فاتن حمامة راحت له بنفسها مبنى الجريدة ومسحت بكرامته الارض. محدش بقى قال له ملعوبة يا ديشة وجون يا كايدهم والكلام الفاضي ده، لان المهنية مهنية والصحافة الصفرة صفرة. عمك عمرو اديب بقى طلع من يومين وقال لك انتظرونا بعد الفاصل مع محمود عبد الفتاح السيسي، الا انه ما قالش الحقيقة ان دوت ابن المخلوع ولا لا، الا ان الجرائد المصرية كملت الكذبة في لحظتها وكتبت بالحرف في أول ظهور نجل الرئيس السيسي ضيف عمرو أديب بعد قليل، والصورة دي من الموقع الرسمي لجريدة الوطن المقرب من السلطة وممكن تتأكدوا منها بنفسك. فالناس تكتب بقى وتقول لك الحق ابن السيسي هيطلع كمان شوية مع عمرو، والحلقة فعلا تعمل مشاهدات ما كانوش يحلموا بيها، وبعدها يقول لك ها 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 ضحكت عليكم ده مش ابن السيسي. شوف أنا لا هقول لك دي اسمها سقطة مهنية في عرف الصحافة ولا كذب بين، ولا هقول لك مثلا تقدر الجزيرة تعمل مثلا خبر كذب زي ده عشان السسبنس وكده، ولا هدافع ولا حتى هقف جوه. لا يا عم انت برنس البرانيس وعلمت علينا، واللي انت عملته ده يعتبر انتصار قشطه كده، مش هعمل زيك انا واقول لك انتصار دي وبعد ما تصدق انت اقول لك لا انا كان قصدي الانتصار التاني اللي هو ده. انا ما حلتيش غير سمعتي يا فنان وثقه الناس فيا، ولذلك خلينا نتجاوز بروح رياضيه الالم اللي انا وغيري خدناه ده ونفتح صفحه جديده ونقول بكل حب يلا بينا. طب يلا بينا. عمرو أديب يا مولانا بيعمل 3 حلقات في الأسبوع سبت وحد واثنين، إلا إنه قرر الأسبوع ده يشتغل 7 أيام كلهم. ليه؟ طب عندك إيه يا مولانا يدخل السكينة على قلوبنا كده ويطمنا ويفرفشنا؟ القصر اللي بناه السيسي في المعمورة واللي قال عليه محمد علي. أيوه ماله القصر ده يا نجم؟ اسكت، مش السيسي أصلاً بنى الجديد عشان اتعرض في القديم لمحاولة اغتيال من كام سنة؟ وإن القصر القديم طلع غير آمن يعني وكده؟ لا يا راجل الكلام ده بجد يا عمرو. الاستراحة اللي موجودة تعبانة مكشوفة يعني خطر جدا، وعندنا إخباريات إنه الوضع مش كويس. بين قوسين الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أكثر الرؤساء في العالم مطلوب اغتياله. كان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم رصد الرئيس في منطقة المعمورة ومحاولة اغتياله، ورفض الرئيس رفضا قاطعا إذاعة اي اخبار عن محاولات اغتيال او قبض على ناس. يا حرام قد ايه المخلوع ده قلبه طيب صراحه. شوف يا مؤمن محاوله الاغتيال بقالها قد ايه ومرضاش يعلن عنها عشان خايف على مشاعرنا ومش عايز يخضنا. هو اعلن عنها بس امبارح بعد فضايح محمد علي. قد ايه قلبك ابيض وشعرك اسود وطيبه قلبك على شعبك يا ريس. لو الفجر كمان جايب لك 2 بيعترفوا بالصوت والصوره. احمد محمد امام نجم، انضميت لتنظيم الاخوان بعد ثوره يناير، بعد عزل مرسي شاركت في اعتصام 4، كنت بنزل مسيرات والمظاهرات بتاعة الإخوان وأعمال العنف بتاعتهم. أنا اسمي محمود هيني قبلان، اقتنعت بفكر الجهاد سنة 2013 وبعد كده سافرت سوريا، انضميت هناك لتنظيم القاعدة، وخدت فيها دورات عسكريه في رمي بالعيل وقذف الربيجيه وقنابل يدويه. كان في نكته زمان ايام مبارك بيقول لك مبارك اتصل بحبيب العدلي بيقول له يا عدلي انا دخلت اخد دش طلعت ما لقيتش النضاره بتاعتي على الترابيزه فين الامن بتاعك؟ العدلي قال له تمام يا فندم دقايق ونعرف الخاين اللي عمل كده. وبعد دقيقه واحده مبارك اتصل تاني بالعدلي وقال له يا عدلي خلاص انا لقيت النضاره. العدلي قال له ما ينفعش سيادتك، طب اعمل ايه في الناس اللي اعترفت يا فندم؟ نكته بايخه وسامجه بس كانت بتعبر عن الواقع فعلا ايام مبارك. احنا عارفين اجرامهم وعارفين هم بيعملوا ايه مع الناس عشان يعترفوا، وانا ليا فيديو قديم اسمه اعتراف بشرح لكم فيه ازاي الاعترافات دي بتتقال قدام الكاميرا بالترتيب والثبات ده وبدون لخبطه، وهبقى احط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو هنا في اليوتيوب. المهم يا مؤمن ان عمرو اديب عرض صور للاستراحه الجديده بتاعت المعموره وقال لك ان في فيلا اكبر منها في الساحل وانها يعني مش حاجه واو. ادي القصر مقر للرئيس، انا اظن انه فوق مثلا هيبقى فيه 2-3 نوم بالكتير، انا مش عايز اقول اسامي منتجعات في الساحل وفي كل ما وفي مصر وبتاع، ده بالنسبه له يقول له يا بابا ده اللي ما ده الفيلم ده اللي الناس قال لك القصور. طبعا بعد ما شفت الفيديو انا برضو في الحقيقه بتفق مع عمرو اديب كمان في النقطه دي، لانها فعلا شكلها رخيصه يعني اخرها 30-40 مليون. يا عم عبد الله ما انت متفق معاه في كل حاجه، امال جاي تقول لنا ايه النهارده؟ هو انت جاي تتفق بس؟ ما هو انت لو تتقل شويه هتسمع يا فنان. متسربع ليه؟ انا باجي لك اقعد معاك كام
كام دقيقه وامشي. عمرو اديب يا مؤمن اختار استراحه المعموره اقلهم انفاقا وقال لك ده منظر 250 مليون دي، ده محمد علي ده كداب، مع ان محمد علي نفسه ما قالش ام 250 دي في المعموره، ده قال ام 250 دي في المنتزه جنبها. طب خد عموره تعالى، محمد علي حبيبي اتكلم على قصور كتير، فاكر لما اتكلم على القصر والفيلل بتاعت العالمين وقال ان هناك في قصر كبير وخمس فيلل لاولاد الباشا، فاكر الكلام ده؟ تقدر انت اللي معلم علينا تعرض لنا القصر ده بالفيلل بتاعت عيال المخلوع اللي حواليه؟ الحقيقه يا عمرو انت ما تقدرش، بس التحدي بتاعي بقى ان انا اقدر. وخد المفاجاه اللذيذه بقى، اللي صور القصر والفيلل ظابط منكم وبينكم وبيلبس زيكم ومن جوه القصر كمان. الراجل اتواصل معايا على الواتس ده اللي انا نشرته من كام يوم، الراجل صور لي القصر والفيلل الخمسه بتوع المخلوع وعياله اللي جنب القصر. لا وفاجئنا كمان ان وراهم فيلتين كبار مبنيين لشخصيتين عربيتين معمولين على حساب الدوله كمان. بطل هاري بقى عم عبد الله وتورينا الفيديوهات، ولا انت هتطلع كذاب زي عمرو اديب؟ صدق ياض ان انا حبيتك وهوريك، اتفرج يا مولانا. دلوقتي بقى احنا قدام الام زد، شايفين انتوا المكان ده اللي عنده الخيمه ده؟ ده كان تبه كبيره جبل يعني كبير، كان عليه حرس جمهوري، حرس حدود، حرس حدود. في قدام برضه في عند الابراج برضه حرس حدود هناك، بس دول شالوه قدام قصر الام زد بتاع الباشا طبعا. ازاي يبقى قدام حرس حدود؟ الخيمه دي بقى هناك دي العساكر قاعدين هناك كده، بعد ما كان مبنى كبير وبرج كبير لدرجه ان اي مكان احنا لما كنا بننزل نعوم او حاجات من دي كان برضه بيلغى الحاجات دي. ادي الام زد. قبل كده فيلا ثلاثة، المكان ده بقى ده فيه في سن جوه جاكوسي وجيم والسنوات، مش عارف اقرب عشان في ناس جوه شغالة. صحة كبيرة جدا كده، مش عارف انا عايز نفسي ابو سن بيت حاجات كده. قدام البلاطة كده في بلكونة، هنا هو ده التراس. شايفين انتوا الممشى ده مكتوب على كلمة مصر، بس انا مش عارف هتيجي ولا لا. في ممشى اهو، في حرف النيل هناك اهو، وميه وشراب وراه. المفروض ده احنا مكتوب ده القصر من جوه طبعا. دي حاجات يعني كل شوية تكسر يعني على حساب الدولة يعني، مفيش تفكير جديد. مفيش هنا يعني ده اسمه التراس. ده التراس برضه بدي برضه في قاعة مؤتمرات. ده خش بس على الفيلا الاول كده، شايف ادي فيلا واحد، ده دي اسمها فيلا واحد، اتنين وتلاته واربعه وخمسه، خمس فيلا تمام. الفيلا اللي في النص دي بتاعت الرئيس، دي كبيره جدا بس طبعا ممنوع تسكت فيها الاول، بس ممنوع تصور فيها. ودي فيلا اتنين اتنين واحد، دول خمس فيلا ورا بقى. في حاجات هصورها ان شاء الله الفيديو الجاي، بس خلينا نبدا كده يكون الفيديو. شايفين بقى اللي ورا خالص ده، اللي ورا خالص ده اسمه الام زد محمد زايد، كان هنا زياره برضه هو وبلح، وبعد منه كده الام اس محمد سلمان، بس ده لسه بعيد شويه، دي تحت الانشاء لسه شغال. في بقى دي لسه ما قلنا عربنا بتبنيها جديده، مسلة جايه من الاقصر، المسله دي حضرتك المسله هنا بدل ما نحطها في السياحه ما علينا. بركان كبار تمام. برضو هنا اهو، يا سلام
ايه رايكم يا رجاله؟ انا مش عايزكم تبعتوا الفيديوهات دي للسيسي، ابعتوها لمحمد علي واسالوه كنت انا كذاب ولا لا. الراجل دخل وشاف واشتغل وحمل وودع عمال وشاف بعينيه. طب بلاش محمد علي، ابعتوا فيديو القصور ده لعمرو اديب اللي علم علينا واسالوه. لا ما تسالوهوش على القصور، اصل عمرو اديب ملوش دعوه بالقصور، هيعمل مش واخد باله. انا عندي سؤال تاني، يعني تقدر تقول كده ان هو اشد اهميه. عايزكم تسالوه عن الهليكوبتر الحربيه دي، كانت راحت القصر اول امبارح تعمل ايه في زياره مفاجئه؟ راحت ليه وكان مين فيها واخدت ايه من جوه ومشي؟ بتخبوا ايه طيب يا فنان؟ ايه ده انتوا خفتوا ولا ايه؟ لا انا ما اقصدش اخوفكم معلم عليكم خالص، ولا قصدي ان انا اقول لكم ان انتوا مخترقين، ولا ان في ضباط من جوه القصر معانا وفي صفنا ومش طايقينكم ومستنيين زوال عهدكم. ايه ده انتوا متنحين ليه؟ هو انا خوفتكم ولا ايه؟ لا انت ما خوفتناش، انت تعرف واحد بتاع بطاطا داخل القصر بيبيع للناس هناك، هو اللي صور لك الصور دي. انت هتعمل علينا بقى باشا وتعرف ضباط؟ طب تاخد الثانيه يلا يلا، تاخد الثانيه يلا. طب انت اللي جبته لنفسك يا بتاع البطاطا. طب انا جات لي الصور دي كمان يا مؤمن من جوه معسكر قوات امن طرق اللي عند الاسدين اللي على الاوتوستراد اللي جنب شبكه كهرباء المعادي. وهنا الشابين اللي انتوا شايفينهم متغمين قدامكم دول ارقامهم 38 و42 من 221 معتقل متوزعين على عنابر العساكر اللي انتوا شايفينهم قدام عينيكم دول. ده غير 14 بنت في سجن المعسكر اللي على ايدك اليمين وانت داخل محطوطين لوحدهم فيه، وكمان في 12 ضابط من الامن الوطني بالعدد موجودين هناك حاليا بيحققوا معاك. واللي اخذ اللقطات دي يا مؤمن ضابط برضو رتبه كبيره كمان عندكم، وبرضو ضد فجركم وضد ظلمكم وضد الارهاب والزفت اللي بتعملوه. انتوا ممكن تطلعوا تكذبوني عادي بس عشان خاطر الناس تشك في اللي انا بقوله، انا ما عنديش اي مشكله في ده، بس اللي حطيته في قراره نفسكم ان انتوا عارفين ان دي قصوركم وان دي فيلالكم وان دي معسكراتكم واللي شفتوهم دول معتقلين وظباطكم، وهو المطلوب اثباته، فعادي جدا كدبوني. ما هي جريده الوطن اللي نزلت خبر محمود السيسي ابن السيسي اللي هيحضر مع عمرو اديب، هي اللي نزلت بعدها بساعتين خبر ان انا اللي بكذب مش هم، فعادي يعني. انتوا وجعتوني يا عمرو، وجعتوني يا صحافه العسكر، وانا ما انصحكوش ان انتوا تضربوا صعيده تاني عشان بيضربوا، ولما بيضربوا بيوجعوا. تعرفوا بيوجعوا ليه؟ مش مذاكرين انت. عشان بكل بساطه ان العاقبه واحده، روحوا بقى دوروا في وسط ظباطكم على اللي باعكم ببلاش وسلمكم وحطكم قدام الشعب يتفرج على اجرامكم وقبحكم. تسيح لي بالكذبه سيح لك بالحقيقه على طول، والبادي اظلم عمور. وان كنت سيحت لك على اللي فات فكمان عندي تسيحه على اللي جاي. ايه رايكم والحلقه دي شغاله دلوقتي ان انتوا بتحشدوا اليوم الجمعه الجايه بالامن الوطني والشركات والنقابات عشان تحشدوا الناس يوم الجمعه الجايه بعد الصلاه؟ انا بقى اهيب بحضراتكم ان انتم تطلعوني كذاب قدام الجمهور اللي بيسمعني. الحلقه دي هيشوفها 1.5 مليون بني ادم، خلوا 1.5 مليون يقولوا عليا انا كذاب، ومفيش حد بعد صلاه الجمعه نازل يقول يحيى السيسي. استبينا اللي بعده. ومعانا النهارده في الفقره الدينيه الشيخ العلامه الفهامه الحبر المحدث الدكتور محمد سعيد رسلان، فاكرين هذا العالم الزاهد الورع المتورع الجهبذ المتجهبذ ما تنجز يا عم عبد الله. اسف سخنت بس شويه. الراجل جاي يقدم للشعب نصيحه في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد، وارجو يعني ان انتوا تسمعوه. يا اهل مصر خاصه، لا حجه لكم لا حجة لكم، السعيد من وعظ بغيره. لا تسمعوا أقوال الذين يدعون المصريين لا ثورة ثالثة إلى فوضى واضطراب. نستف التراب نستف التراب، نفترش الأرض ونلتحف السماء، لا نفرط في ديننا ولا في ذكرنا ولا في كتابنا ولا في أرضنا ووطننا. لا تسمعوا كلامهم، من انتمى إلى الدين منهم فهو خائن للدين خائن للكتاب والرسول. لا تبالوا بهم، حاربوهم، قفوا في وجوههم، فندوا مزاعمهم. اتقوا الله اتقوا الله أيها المصريون، لا حجة لكم، قامت عليكم الحجة وسقطت الأعذار كلها واتضحت السبيل، فآخذ عن يمين إلى السعادة والهدى، وآخذ عن شمال إلى الضلال والردى. حفظ الله مصر وأهلها وأرضها وديارها وشعبها وجيشها وأمنها. لا انتظر يا مولانا، انت رحت فين؟ ورئيسها وقصورها وفللها وسجونها ومعتقليها وفقرائها ومهجريها ومشرديها. انت نسيت دول يا شيخ، فانا قلت اكملهم لك. طول عمر الجامية وحزب النور بيقطعوا في بعض، وخناقاتهم دايما تلاقيها على الشاشات، وعمرهم ما اجتمعوا الا على تأييد العسكر اينما كان. بقى السيسي اهل اليمين يا سقط المشايخ يا عرنوس السبانخ يا دبور ودايخ انت، والمصريين كلهم بقوا اهل الشمال
بقى خلاص هتخشوا النار يا كفرة أصابقتم بآلهتكم أتأكلون أصنامكم ويحكم ويحكم فاكس قوي يا شيخ ما بقاش بياكل مع الناس خلاص زي برهام اللي طلع يقولك أصل محمد علي ده فاسق وكده ولا تسمعوا له لا يا شيخ وهو الراجل كان قالك إن هو إمام مسجد في أسبانيا ولا حاجة ما هي دي مشكلتكم إن أنتم مش عارفين تحطوه زيه زي غيره في دايرة الإخوان عشان تبقى يعني التهمة معلبة ومعروفة وخلصنا الراجل من اليوم الأول طلع لك بالمارلبور وقال لك أنا بشرب وبعرف بنات بس دول حرامية شكرا خلاص احنا مش عايزين منه اكتر من كده مش هنجوزه بنتنا احنا ولا هنشاركه في محل عصير اصلا احنا لينا بلدنا ولينا عيالنا ولينا مستقبلنا وشبابنا اللي في السجون اللي كل يوم تاخدوا منهم 5-6 تصفوهم وتقولوا لنا تبادل اطلاق نار وانتصرنا على الارهاب جاتكم 60 خيبة ما الناس كلها شافت مواجهاتكم الحقيقية مع مسلحين سينا والضحايا دايما اللي بيبقوا من المجندين اللي لا حول لهم ولا قوة وانتوا في الامان وتطلعوا في التلفزيون تقولوا لنا تحيا مصر طب تحيا مصر يا عم وكل ما اسمع تحيا مصر بفتكر الكلمتين اللي قلناهم في الموسم اللي فات واللي انا الحقيقه نفسي قوي ان انا افكركم بيهم وهنختم بيهم الحلقه واقول لكم برضو معاهم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ناس بتطلع للفضاء وناس تقول قشطه ورضا واحنا بندفع من جيوبنا للعساكر والقضاء علشان يقول لك تحيا مصر تحيا مصر عشان تعيش يعني تاكل بس عيش انما اكل العساكر لا مفيش كيلو فاكهه ما تلاقيش فناس بتفطر جمبري وناس تدور في الزباله عشان تعشي عيالها عيش ويقولوا لك تحيا مصر تحيا مصر للاكابر واولاد الناس التقيله اللي راكبين على المنابر والبقيه يشيلوا نيله كلمه السر في كلامهم خلي بالكم من الفقير يعني اذبح في الفقير يعني موت في الفقير يعني ياللي سكنت فيلا نام وشخر على السرير واحنا نشحت من الغلابه لاجل يابا تحيا مصر تحيا مصر لما تهتم بغزيه وتنسى عالم لما خلت جيل بحاله مسخ يرقص على السلالم واما حتى برأت لك عم عز وعم عزمي وعم سالم يبقى فعلا تحيا مصر فاللي سرقوا الارض قالوا تحيا مصر واللي هتكوا العرض قالوا تحيا مصر اللي باعوا حدود بلدنا واللي جابوا اللي جلدنا واللي قتلوا في سينا اطفالنا وولادنا كله قال لك تحيا مصر ميت تحية ميت تحية للي مصوا دم شعب ميت تحية للي حتى استعبدونا وعيشونا في عيشة كرب ميت تحية للي فاكر نفسه سبع وديله باين انه كلب بس برضو عندنا مليون تحية للي قالوا لينا رب وبرضو قالوا تحيا مصر وبرضو قالوا تحيا مصر سلام عليكم عسكرنا وعسكرول نيمونا اليوم بحال وسهرونا الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبولو عسكر التب سكيلتا مسخرونا ومسخرولو عسكرينا مسكينولو عسكرنا وعسكرول نيمونا اليوم بحال وسهرونا الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبولو عسكر التب سكيلتا مسخرونا ومسخرولو